نعم. بس تعرف نفسك بعد اذنك للمشاهد بعد اذنك. دكتور غسان دروبي، ناشط ومعارض سياسي. حضرتك هل في الايام القادمه في اليات معينه لكي نضغط على السلطات المصريه او تطالب شباب الثوره لمسانده الشعب السوري ازاي؟ والله الشباب المصري يعني ما له بحاجة انه نضغط عليه عشان اضغط الضغط على الحكومة. الشباب الثورة يضغط على الحكومة المصرية لكي مثلا تطرد السفير السوري من مصر. طبعا احنا هذا مطلبنا، عم نطالب فيه، واملنا من الحكومة المصرية طرد هذا السفير السوري من مصر، ارض مصر الطاهرة. وبتوقع أنا الخارجية المصرية أصدرت قرار تلمح بهذا بمضمون هذا الشيء. هل حضرتك تقدمت أو فوارد سوريا تقدم للسلطات المصرية بطلب بطرد السفير السوري من مصر؟ نعم، تقدمنا إلى المجلس العسكري في مصر بطرد السفير السوري من مصر، أسوة ببقية الدول العربية مثل الكويت والسعودية وقطر والبحرين. نعم، شكرا.